عثرت فرق البحث عن جثة المرأة المفقودة منذ 4 أيام بمنطقة الغبوجية بعد أن جرفتها مياه الأمطار لمسافة تقارب 25 كيلومتر. أولا نحمد ربي على هذا التوفيق، وبعد حوالي 70 ساعة من العمل الجاد والدؤوب تم بفضل الله يعني العثور على الضحية اللي أولا نترحم عليها ونقدم تعازينا الخالصة تاع كل أعضاء الحماية المدنية لولاية ميلا والمديرية العامة للحماية المدنية وكذلك الولايات المشاركة معنا في هذه العملية بتعازينا الخالصة إلى أهل وعائلة الضحية، ونتمنى أن مثل هذه الحوادث ما نشوفهاش في بلادنا إن شاء الله. ممكن نقول يعني لا مبالاة أو تهاون ممكن يصراو حوادث كما اللي عشناها هذه الأربعة أيام. أهل المنطقة أشادوا بجهود كافة فرق الإنقاذ خاصة وحدات الحماية المدنية. كاع الشعب تاج بالعقاب يشكر أعوان الحماية المدنية باسكو راهم تعبوا بزاف بزاف، راهم كاتجور لهنا النوع عليهم البرد عليهم، والحمد لله راهم تمكنوا، ونقول لهم بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم. بارك فيهم ان شاء الله، ربي يبارك فيهم ان شاء الله، ربي يبارك فيهم. قاموا بالواجب بهم بالشعب المساكن، ربي يرحمها وربي يوسع عليها. هذا الناس هذا بنشكرهم بزاف، قاموا بالواجب على اكمل وجه، ربي يهنيهم، ربي يتقبلهم. تضامن كبير عرفته الأيام الماضية من البحث خاصة كرم المواطنين مع فرق البحث. هذه أختنا أسمى قريبة لنا ولا بعيدة لنا، هذه أختنا إحنا لازم نعاونها بشي نخدم، شي اللي يعاون بذراعه يعاون بذراعه، واللي يعاون بالماكلة يعاون بالماكلة، وكان اللي يعاون بالدعاء. جسر مصنوع من قنوات الصرف الصحية تسبب في الكارثة، لتبقى معاناة سكان جبل عقاب متواصلة.